بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مواد الاتو بتاع الدافع والابدومينال رول. خلاص طيب. هنتكلم في المحاضرة دي جزئين، الجزء الأولاني هو الدافع، الجزء التاني هو الأبدومينال رول. الدافع هنتكلم على الكومبوننت بتاعته والأوريجين بتاعه والأوبننج بتاعه، والابدومينال وول هنتكلم على الانتيريور والبوستيريور ابدومينال وول ماسلز يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا بالدايفرام. الدايفرام الكومبوننت بتاعه الدايفرام مكون من جزئين، جزء خارجي بيسموه ماسكولار بارت، بيبقى عباره عن عضلات ماسلز. عارفين ان الدايفرام ده مسؤوليه، او ايه اهميه الدايفرام، او ايه اهميه او بيشارك فيها، او ليه وظيفه مهمه في الريسبيريشن، هو لما بيكونتاكت بيساعد على الريسبيريشن. طيب فهو عباره عن ماسلز، جزء منه من ماسكولار بورشنز زي ما احنا شايفين بريفيرال، ده جزء في السنتر اسمه سنترال تندون، ده بيبقى تندينيوس بورشن وبيمثل الانسيرشن بتاع كل العضلات. يعني كل العضلات بتاعه الدايفرام تيجي تنسرت في النص هنا اللي هي في سنترال ايه، في سنترال تندون. في جزئين، جزء ماسكولار جزء ايه، جزء تندينيوس. خلاص ماسكولار بورشن وتندينيس ايه، تندينيس بورشن، تندينيس بورشن بيسموه سنترال تندون. طيب الجزء الماسكولار ده واخد اوريجين من ايه؟ الجزء الماسكولار اللي هو البريفيرال ده واخد اوريجين كتير جدا. تعال واحده واحده نبص على المنظر ده، الصوره دي، الصوره دي اكني بص على الشخص من تحت. خلاص فده الدايفرام بتاعنا اهو. خلاص والاقي ده الاسترنم ودوت الريبس وده الفيرتيبرا. خلاص طيب الاوريجين بتاع الماسكولار بورشن، كل البريفري او كل الماسكولار بورشن بتاع الدايفرام واخد اوريجين منين؟ قال لك والله لو من قدام واخد من ورا الايه الاسترنم، ده بيسموه استرنال اوريجين، يعني واخد من ظهر الاسترنم، واخد من الاسترنم من ورا. خلاص ده اسمه استرنال اوريجين. طيب ومن البريفري كده ومن البريفري كده، قالوا واخدين من البطن او من الانر اسبكت بتاع الريبس. خلاص اللي هما من كام؟ من 7 ل 12 ريبس، من 7 ل 12 ريبس اللي هما من سب 7 لسب 12 بيبدا ياخد من الانر اسبكت بتاعهم اوريجين. خلاص ده اسمه ايه؟ ده اسمه كوستال ايه؟ كوستال اوريجين. يبقى واخد استرنال اوريجين من قدام من ظهر الاسترنال، واخد من الانر اسبكت بتاع 7 ل 12 ريبس ده بيسموه كوستال اوريجين. طيب اما البوستيرور اسبكت بتاعه اللي هو البوستيرور اتاتشمنت بتاعه او البوستيرور اوريجين بتاعه اللي هو يعتبر الفيرتيبرال اوريجين اللي هو طالع من الفيرتيبري او واخد من الفيرتيبري، خلينا نركز شويه عشان دي حاجه مهمه. قال لك والله الفيرتيبرال اورجين بتاع الديافرام بيطلع عن طريق الاتي. قال لك في هنا ماسل سليب هنا وماسل سليب هنا، بتبقى على جانبي الاورطه، ده الاورطه. خلاص في ماسل سليب هنا وماسل سليب هنا بيسموها كراس اوف ديافرام. في واحده بتبقى موجوده على الناحيه اليمين يسموها رايت كراس، في واحده موجوده على الناحيه الشمال يسموها ليفت ايه، ليفت كراس. يبقى في عندي ليفت كراس ورايت ايه كراس، خلاص يبقوا موجودين على جانبي الايه الاول. طيب ده اول حاجه، الرايت كراس والليفت كراس ده يجي ليجمنت يوصل من الرايت كراس للليفت كراس، يبقى واخد ما بينهم او محوط على الايه الاورطه ما بينهم، ده بيسموه ميديان اركويت ليجمنت، بيسموه ميديان اركويت ليجمنت بين ام ميديان اركويت ليجمنت. يبقى الليجمنت ده اللي هو الابيض موصل ما بين الرايت كراس والليفت كراس بتاع الدايفرام سراوندنج على الايه الايه الاورطه. خلاص ده اول حاجه. طيب قال والله في واحد شبه ميديان اركويت ليجمنت ده بس يجي الناحيه الثانيه، يجي يطلع من، لو انا بتكلم ان دي الليفت كراس بتاع الدايفرام يروح رايح كده ويروح رايح الناحيه الثانيه محوط العضله دي اللي هنتكلم عليها كمان شويه، بتبقى جنب الفرتيبر اللي هي يسموها سوس ماسك. الليجمنت ده اللي هو بيحوط العضله دي بيسموه ميديال اركوت ليجمنت، بيسموه ميديال اركوت ليجمنت. في واحد هنا اهو يسموه ميديال اركوت ليجمنت، في واحد هنا يسموه ميديال اركوت ليجمنت بالال ميديا، يبقى في اثنين ميديال اركوت ليجمنت، في واحد بس ميديال اركوت ليجمنت. خلاص ده بيحوط بقى ايه؟ ده بيحوط الايه؟ بيحوط الايه؟ السواس مصر. في واحد تالت ليجمنت تالت يطلع بقى من اللاترال اسبكت بتاع ميديال اركوت ليجمنت، خلاص يحوط العضله اللي جنب السواس اللي هناخدها كمان شويه اسمها كوادريتس لامبورا، عضله كده هنا يسموها كوادريتس لامبورا مش كوادريتس لامبورا، يخرج من هنا ويمسك في الريب ال 12، الريب ال 12 هنا يمسك فيه كده ويحوط العضله دي اللي يسموه كوادريتس لامبورا، ده بيسموه بقى الليجمنت الاخير ده يسموه لاترال اركويت ليجمنت. في هنا لاترال اركويت ليجمنت وهنا لاترال اركويت ليجمنت.
يبقى الفيرتيبرال اوريجين بتاع الدايفرام طالع منين؟ قالوا والله ادي انا عندي رايت كراس وليفت كراس وعندي ما بينهم حاجه اسمها ميديال اركيوت ليجمنت، وفي واحد هنا اسمه ميديال اركيوت ليجمنت، ميديال اركيوت ليجمنت، وبعد كده في واحد اسمه لاترال اركيوت ليجمنت، لاترال اركيوت ليجمنت. اللاترال اركيوت ليجمنت والميديال اركيوت ليجمنت والميديال اركيوت ليجمنت والميديال اركيوت ليجمنت واللاترال اركيوت ليجمنت ده يمثلوا الفيرتيبرال اوريجين بتاع الدايفرام. كل المسل سليب بتاعت البوستيرور اسبيكت بتاع الدايفرام واخدين اوريجين من ديس ليجمنت، من ديس لاترال وميديال اركيوت ليجمنت وميديال اركيوت ليجمنت وميديال ولاترال ايه اركيوت ليجمنت طالعين من هنا من ورا. وبالتالي ده الاوريجين بتاع الدايفرام. الاورجن بتاع الدايفرام طالع من قدام من ظهر الاسترنم سموه سترنال اورجن، ومن الجناب طالع من الانر اسبت بتاع الريبس سموه كوستال اورجن، ومن ورا طالع من الفيرتبري عن طريق ميديال وميديال ولاترال اركويت ليجمنت بيبقوا ده بيسموه الفيرتبرال ايه الفيرتبرال اورجن. كل الاورجن دوت رايحين يمسكوا فيه التندون اللي في النص ده اللي هو بيسموه سنترال ايه سنترال تندون. طيب الدايفرام ده فيه فتحات كتيره جدا 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 فوق ما تتصور، يعني في ناس بتقول ان هو يوصل ليه 12 اوبننج على ما اعتقد، ولكن في 3 اوبننج يهمونا. الاوبننج الصغيرين دول ما يهموناش، ولكن في 3 اوبننج مهمين. الثلاثه اوبننج المهمين وفتحه بتبقى موجوده في نص السنترال تندون بيسموها كيبل اوبننج اللي هي بيعدي فيها الاي في سي. الكيبل اوبننج دي بتبقى فتحه بتبقى موجوده عند الليفل بتاع تي 8 فيرتبري وبيعدي فيها الاي في سي عشان يبقى ماشي من او يوصل من الابدو من الايه للايه للشست يروح للايه للرايت ايه للرايت اتريوم خلاص اللي هو يسموه كيبل اوبننج وده بيمشي في السنترال تندون ده. تمام خلاص مالك مش بهله ليه؟ طيب ده بيبقى الفتحه ده اللي بيعدي فيها الكبيره اللي بيعدي فيها الاي بي سي وتبقى اعلى واحده عن تي 8. طيب في واحده تانية بتبقى موجوده على اليمين بتاع الميد لاين تبقى عند ليفل بتاع تي 10 بيعدي فيها الاوسوفيجيال سموها اوسوفيجيال ايه سموها اوسوفيجيال اوبننج اللي هي الفتحه دي بيسموها اوسوفيجيال ايه اوسوفيجيال اوبننج. اخر واحده بتبقى عند الليفل اوطى واحد ده شويه عند الليفل بتاع تي 12 ودي بتبقى فتحه بتبقى احنا اتكلمنا عليها بتبقى ماشيه ورا الميديان اركويت ليجمنت اللي بيعدي فيها الايه بيعدي فيها الاورطة. خلاص يبقى انا عندي اورتيك اوبننج ده ثلاثه ميجور اوبننج بتاع الدايفرام، عندي اورتيك اوبننج وعندي اوسوفيجيال اوبننج وعندي كيبل اوبننج. كيبل اوبننج موجوده في سنترال تندون عند ليفل اعلى واحده عند الليفل بتاع تي 8، عند الليفل بتاع تي 10 اللي بتبقى اوسوفيجيال اوبننج بيعدي في الاوسوفيجس، وعند الليفل بتاع تي 12 بيبقى الاورطه بيعدي ورا الايه بيبقى بيعدي ورا ميديان اركويت ليجمنت ما بين الايه ما بين الرايت كراس والليفت كراس بتاع الايه بتاع الدايفرام. دولت الاوبننجز الثلاثه الاساسيين زي ما قلت لك بيعدي فيه حاجات كتيره فيها نيرفات كتيره فيها زايجوس وهيما زايجوس فيها حاجات كتيره جدا بتعدي فيه بتاع زايجوس وهيما زايجوس برده بيعدوا مع الاورتيك ايه اوبننج هنا في نفس الايه في نفس الليفل بتاع الاورتيك ايه بتاع الاورتيك او في نفس الفتحه بتاعه الاورتيك اوبننج. طيب الدايفرام ده عشان يبان في الاشعه يبان ازاي؟ قال لك والله لو انا عندي في اكس راي بيبان كانه كوبيلا او دوم اوف ذا دايفرام على الناحيه اليمين يسموها الرايت كوبيلا الجزء اليمين من الدايفرام اللي على الناحيه اليمين يسموه رايت كوبيلا او رايت دوم اوف ذا دايفرام والناحيه الشمال يسموه ليفت ايه ليفت كوبيلا او ليفت دوم اوف ذا دايفرام. والله معروف ان الرايت كوبيلا بتاع الدايفرام دايما بتبقى اعلى من الرايت ايه من ليفت كوبيلا. الرايت كوبيلا بتبقى اعلى ليه؟ الرايت كوبيلا بتبقى اعلى لان تحتيها بيبقى الليفر بيبقى رغزيه ايه لفوق. طيب مكان الرايت كوبيلا عند الدايفرام عند الليفل بتاع ايه؟ قال لك لو عديت كده الريبس هتلاقيه ان هو بيقطع 6 ريب انتيريور. يعني لما بتكلم على دي الريبس دي الريبس بتوعنا خلاص هنلاقي ان هو بيقطعه او اللي بيعدي في النص بتاعه هو 6 ريب ايه 6 ريب انتيريور. طيب اما بالنسبه للليفت كوبيلا فالليفت كوبيلا بتبقى اوطى من الرايت كوبيلا بي 1 انتركوستال سبيس سبيس واحد يعني انتركوستال سبيس واحد خلاص دايما بيبقى المسافه بينهم 1 انتركوستال سبيس. لو زدت عن كده يبقى في ابنورماليتي. لو زدت عن 1 انتركوستال سبيس يبقى في ابنورماليتي موجوده في واحده من الكوبيلا بتاع الدايفرام. طيب اما بالنسبه لللاترال اللاترال برضه نفس الكلام اقدر اشوف اثنين كوبيلا رايت كوبيلا وليفت كوبيلا الاعلى دايما بتبقى هي الرايت كوبيلا. فاللي هو بتكلم ان ذيس لو انا بتكلم ان دي كوبيلا اوف ذا دايفرام ودي كوبيلا اوف ذا دايفرام العاليه هي الرايت كوبيلا زي ما قلنا لان هي مرفوعه بالايه بالليفر. اما الليفت كوبيلا بتبقى اوطى دي الطريقه. الطريقه الثانيه حاجه مهمه انك دايما الليفت كوبيلا بتاعت الدايفرام تيجي تكمل قدامها ما بتشوفهاش
ليه؟ لان هي اباتنج الايه الايه الهارت، الهارت دايما ميال ناحيه الشمال، فدايما لو بصيت على الجزء القداماني بتاع الرايت كوبي تلاقيه مكمل عادي ومفيش اي مشكله. اما زي هنا، اما الليفت كوبي اللي بتاعت الدايفرام تيجي هنا ما تقدرش تقدر تميزها، لان هي بتبقى لحمه مع الايه بتاع الهارت. دي علامتين ازاي تقدر الرايت كوبي لما الرايت كوبي فيه لاترال ايه فيو، وده المنظر بتاع الدايفرام ان اكس راي. الالترا ساوند تقدر تشوفه، تقدر تشوفه بتبان كانه ايكوجينيك لاين كده موجود على سطح الليفر والسبلين كده كفرنج الليفر والسبلين، بس الصور مش ذات اهميه قوي في يعني نسبيا في الدايفرام. في السي تي والام ار اي بقدر اشوفهم ازاي؟ قال لك والله احسن حاجه عشان تقدر تشوف فيه الدايفرام تقدر تشوفه في الكورونال ايمجز، بيبان كانه ثين لاير كده، ثين لاير بتبقى موجوده مباشره على سطح الليفر زي ما احنا شايفين كده، وسطح السبلين فوق السبلين وفوق الليفر، شايفها فوق السبلين اهي اللاير الرفيعه دي، دي الليفت كوبيلا بتاعت الدايفرام، واللي بتبقى فوق الليفر دي بيبقى رايت كوبيلا. صحيح في اوقات كتيره جدا بيبقوا لازقين على بعض ما بنقدرش نميزهم، ولكن الكورونال ايمجز هي احسن حاجه تقدر تاسس فيها الدايفرام في السي تي، في السي تي او الاي او الام ار اي، عشان تقدر تشوف الدايفرام بيبان كانه ثين لاير كده مباشره لازقه على السوبير سيرفس بتاع الليفر. لو بتكلم على الرايت كابيلا، لو بتكلم على اللفت كابيلا بيبقى على فوق الايه فوق الاستومك والايه والسبلين. في الاكزيال ايمجز الدايفرام بيبقى صعب شويه انك تشوفه ويبقاش واضح، احسن حاجه تاسس فيها الكرونال، ولكن الاكزيال ايمج فيه قيمه في معرفه الفيرتيبرال اورجن بتاع الدايفرام، انك تقدر تشوف الرايت كراس والليفت كراس، ادي الرايت كراس والليفت كراس، والليجمنت اللي ما بينهم اللي هو بيسموه ميديان اربيت ليجمنت اللي بيعدي وراه الايه الاورطه اللي احنا شايفينه زي كده. الحقيقه ده في غايه الاهميه ان احنا نعرف ان الاورطه هنا بيعدي كمان معاهم الايه الاثنين ستراكشر دول اللي هو الازايجوس والايه والهيمي ازايجوس. الكلام ده مهم ليه؟ لان الاستراكشر الازايجوس والهيمي ازايجوس والاورطه الثلاثه دول بيعدوا ورا الايه ميديان اركوت ليجمنت وورا الكراس اوف الدايفرام كرور اوف الدايفرام. اما الاي بي سي فبيعدي قدام ديس ليجمنت وقدام ديس كرور اوف الدايفرام، ودي حاجه مهمه. حاجه مهمه ليه؟ لان في ساعات يحصل ان الاي بي سي يبقى كونتينيتري ابس ما يبقاش موجود ويحل محله او مقفول، ويحل محله الازايجوس، والازايجوس يبقى كبير جدا جدا جدا، وتعتبره ان ذيس از اي بي سي او تتلخبط ما بينه وبين الاي بي سي. ازاي تفرق ان ده ازايجوس ولا اي بي سي؟ والله بص على الاستراكشر اللي موجود، لو هو ماشي ورا الكرورة اوف الدايفرام يبقى ذيس از ازايجوس وهي ازايجوس، لو هو ماشي قدام كرورة اوف الدايفرام يبقى ذيس از اي بي سي. تمام؟ حاجه مهمه لازم نعرف الكرورة اوف الدايفرام والاورطه والايه والستراكشرز اللي بعدي فيهم، وده بيبقى اساس في الاكزيال ايمجز. ده غير ما اسمه ازايجوس كونتينيويشن، ماشي؟ ازايجوس كونتينيويشن اوف دايز او هيباتيك انترابشن، يعني في ليه اسامي كتير مش مشكله يعني. ماشي؟ فرينك هقول لك اسمه فرينك نيرف، فرينك هو اللي بيصدر من سي السيرفايكال، يعني احد السيرفايكال يعني. خلاص طيب اخر حاجه نقدر ناسس فيها حاجه اسمها فلوروسكوبي. الفلوروسكوبي هو عباره عن اكس راي عاديه، ولكن بتبقى عباره عن فيديو، يعني زي الفيديو اقدر اخد مقطع صغير من الفيديو والعيان بيتحرك. يعني انا مثلا اهو شايفه انا زي ده عباره عن اكس راي عاديه، بس الفرق ان هو العيان انا مصور فيديو، فالعيان لما بياخد نفس الاقي الدايفرام بينزل لتحت، ولما يطلع نفس الاقي الدايفرام بيطلع لفوق. فده الكوبيلا بتاع الدايفرام زي ما انت شايفه كده، ده الكوبيلا لما بتاخد العيان ياخد ديف نفس كبير الاقي الاثنين كوبيلا بتاع الدايفرام ينزلوا. الفلوروسكوبي ايه قيمته عن الاكس راي العاديه؟ يعني ايه قيمه الفلوروسكوبي عن الاكس راي العاديه؟ والله الحقيقه ليه قيمه مهمه جدا في ان انا اقدر اسس الموشن او الحركه بتاعت الدايفرام. الكلام ده مهم فيه بالذات في العيانين اللي عندهم diaphragmatic paralysis، اللي هو بيبقى عندهم انجل الفرينك نيرف بتاع الدايفرام بيبقى عندهم مشكله في الدايفرام، الدايفرام بيبقى بارالايز ما بيتحركش. طيب عشان اقدر اسس او عشان اقدر ادياجنوز الدايفرجماتيك باراليسيس، عندك البيست موداليتي عشان تدياجنوز الدايفرجماتيك باراليسيس هي ايه؟ الفلوروسكوبي. لو بصيتي على المنظر ده هنا اسمها في الحاله دي
بصي ده عيان عنده لو احنا من غير اي حاجه كده شايفين ان الرايت كابولا بتاع الدايفرام اعلى بكتير جدا من الايه من اللوفت كابولا بتاع الدايفرام. احنا قلنا ما ينفعش يبقى مور ذان وان انتركوستال سبيس، فده في ابنورمالتي. طيب انا عايز اعرف الابنورمالتي ده هل دايفراجماتيك باراليسيس ولا حاجات تانيه منها، زي مثلا حاجه اسمها دايفراجماتيك ايفنتريشن. الايفنتريشن بيبقى عباره عن ويكنس موجود في الدايفرام. ازاي فرق بين الاثنين؟ والله بعمل فلوروسكوبي. الفلوروسكوبي في الحالات بتاع الدايفراجماتيك باراليسيس ده لو بصينا شويه هلاقي ايه الاتي، هلاقي ايه هبص واثناء البريدنج الاقي ان في كوبيلا بتاع الدايفرام بتتحرك، كوبيلا الثانيه ما بتتحركش، خلاص ده اول حاجه. اما اجي اعمل العيان ده دي بريدنج ودي حاجه مهمه، الاقي ان العيان ده الكوبيلا دي بتنزل لتحت، الكوبيلا دي اللي بيحصل لها بالعكس، بدل ما تنزل تطلع لايه لفوق، صح؟ بص كده دي بتنزل لتحت ودي بتطلع لفوق. الحركه دي بيسموها بارادوكسيكال موفمنت. بارادوكسيكال موفمنت يعني ايه؟ يعني اثناء الكونتراكشن بتاع دي الثانيه دي بتتحرك الناحيه الثانيه. البارادوكسيكال موفمنت دي دايجنوستيك فور دايفراجماتيك باراليسيس، وده مهم جدا جدا لانها ما بتحصلش في الايفنتريشن. وجود البارادوكسيكال موفمنت ده موجود في الدايفراجماتيك ويشخص الدايفراجماتيك باراليسيس العيانين بتوع الايفنتريشن ما عندهمش البارادوكسيكال موفمنت. وبالتالي عشان اقدر اشخص كويس الدايفراجماتيك باراليسيس لازم اعمل ايه؟ اعمل فلوروسكوبي. يبقى الموداليتيز اللي انا بشوف فيها الدايفرام اكس راي، اقدر اشوف سي تي وام ار اي كرونال ايمجز، اقدر اشوفها في الالترا ساوند بس يعني قليل، واخر حاجه هو الايه الفلوروسكوبي. وقلنا ايه قيمه الفلوروسكوبي في فور دايوز اوف دايفراجماتيك باراليسيس. ده الدايفرام وكل ما يتعلق به الدايفرام. الابدومينال وول ده الجزء الثاني من المحاضره. فانا عندي انتيرو بوستيرو ابدومينال وول مصر. اول حاجه مين هما الانتيرو بوستيرو ابدومينال وول مصر اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل. الانتيرو ابدومينال وول مصر هم عباره عن اربعه جروب من المصلز. جروبس بيبقوا موجودين لاترال كده او انترو لاترال من اللاترال اسبيكت بتاع الابدومين، وهم ثلاثه الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك وترانسفيرس ابدومينس، وفي واحده بتبقى ستريب لايك كده موجوده في النص اللي هم بيسموها ريكتس ايه ريكتس ابدومينس ايه مصر، بتبقى اثنين شريطين كده موجودين بيسموهم ريكتس ايه ابدومينس مصر. اما المجموعه الموجوده في البوستير اسبيكت بتاعنا فانا عندي اثنين سواس ميجر وكوادريتس لامبورم وهنتكلم عليهم بالتفصيل. اول واحده العضلات بتاعت الانتيرو ابدومينال وول. عضلات بتاعت الانتيرو ابدومينال وول عندي اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانسفيرس ابدومينس، وفي النص هي عباره عن ريكتس فيمينس. واحده واحده ونركز ونبدا بالعضلات الموجودين على اللاترال اسبيكت بتاعنا. العضلات الموجودين على اللاترال اسبيكت بتاعنا فانا عندي عضله اسمها اكسترنال اوبليك دلموس سوبرفيشال. هم عباره عن ثلاث طبقات تحت بعض. اول حاجه العضله الاولانيه دي اللي هي الموست سوبرفيشال دي اللي هي بيسموها اكسترنال اوبليك، والاكسترنال اوبليك الفايبر بتاعتها جايه من فوق ونازله لتحت، جايه من فوق ونازله لتحت، جايه من فوق ونازله لتحت، خلاص دي اسمها اكسترنال ايه اكسترنال اوبليك. طيب الاكسترنال اوبليك بتيجي تمسك فين؟ خلينا نركز شويه وعشان دي حاجه مهمه. الاكسترنال اوبليك بتيجي تمسك في النص هنا، كلهم بيمسكوا في النص كده بخط موجود ما بين الاثنين ريكتس فيمينس. الخط الابيض ده بيسموه لينيا البا. الاكسترنال اوبليك تيجي كده ماشيه كده تروح ماشيه تتحول لتندون، والتندون يمشي سوبرفيشال للريكتس فيمرس بيبقى على الريكتس فيمرس من فوق سوبرفيشال ريكتس فيمرس عشان يجي يمسك فين؟ في لينيا قلب. في جزء منها بتحت يبدا يمسك فيه الايليا كريست هنا لغايه سيمفيس بيبس، ويعمل ليجمنت مشهور جدا اللي هو اسمه ايه؟ اسمه انجوينال ايه؟ انجوينال ليجمنت. الليجمنت اللي موجود هنا اللي هو اسمه انجوينال ليجمنت ما هو الا عباره عن الانسرشن بتاع الاكسترنال اوبليك ماسك. بيبقى ماسك من هنا من الايليك كريست او الانتيريو سبيرو ايليك سباين لغايه الايه لغايه السيمفيس بيوبس، خلاص او بيوبيك تيوب، تمام. ده الاكسترنال اوبليك ودي اكتر واحده سوبرفيشال، العضله السوبرفيشال. لو شلت العضله السوبرفيشال دي هلاقي في عضله تحتيها اسمها ايه؟ اسمها انترنال اوبليك. واتجاه الفايبر بتاع الانترنال اوبليك عكس اتجاه الفايبر بتاع الاكسترنال اوبليك. الانترنال اوبليك بتبقى الانترنال اوبليك بتبقى اتجاهها من تحت لفوق، تبقى جايه من تحت وتطلع لفوق، وبرده زي ما احنا قلنا بتمسك في اللينيا قلب. بس الحقيقه لما بتيجي ناحيه الريكتس فيمرس التندون بتاعها بيسبلت، بيبقى في لايرز تبقى سوبرفيشال ريكتس فيمرس ولاير تبقى ديب ريكتس فيمرس، والاثنين يمسكوا فين؟ يمسكوا في اللينيا قلب، خلاص. انما الاكسترنال اوبليك بتبقى كل تندون بتاعها كله بيبقى ماشي سوبرفيشال ليه لايه؟ للريكتس فيمرس، ماسك فين؟ في اللينيا قلب. اخر واحده اللي هي العضله اللي بتبقى موجوده موست ديب اللي هي عباره عن العضله دي اللي هي عباره عن ترانزفيرس ابدومينس. ترانزفيرس ابدومينس فايبرز بتاعتها بتبقى ماشيه بالعرض، اسمها ترانزفيرس ابدومينس، تبقى ماشيه بالعرض.
الفايبرز بتاعتها ماشيه بالعرض كده وبتنتهي والتندون بتاعها بيبقى ماشي ديب ليريكتس فيمورس، يمشي ديب ليريكتس فيمورس عشان يمسك فين؟ في اللينيا ايه؟ في اللينيا قلب. خلاص دوت العضلات اللي موجودين في اللاتر اس بتاع الابدومينال انتيرو ابدومينال وول. طيب اما العضله اللي موجوده في النص بتاعت الابدومينال وول فهي عباره عن ريكتس ابدومينس. وريكتس ابدومينس خلينا شويه لان الاوريجن بتاعها بيبقى مقلوب شويه، يعني الاوريجن بتاعها بيبقى من تحت والانسرشن بتاعها بيبقى فوق. الاوريجن بتاعها بيبقى موجود في البيوبيك تيوبريك او بيوبيك او سيمفيس بيوبس من هنا او بيوبيك كريست على الناحيتين، والاوريجن او الانسرشن بتاعها بيبقى موجود في الزيفويد بروسيس اللي فوق في الاسترنم من تحت. خلاص فبيبقى الاوريجن بتاعها من هنا والانسرشن بتاعها من هنا، وده اسمها ريكتس ايه؟ ريكتس فيمورس. وزي ما احنا عارفين ان ريكتس فيمورس زي ما شفنا ان هي متغلفه بالتندونز بتوع العضلات اللي جايين من الجنب، متغلفه وفي عضلات في بالتندونز من هنا ومن هنا، بيعمل حاجه مشهوره جدا باسم ان الغلاف ده بيسموه ريكتس ايه؟ ريكتس شيز. ايه قصه ريكتس شيز؟ زي ما قلنا ريكتس شيز هو غلاف يبطن الريكتس فيمورس ريكتس ابدومينس ماسل، معمول بايه؟ والله معمول بالتندونز بتاع عضلات اللي جايه من الجنب. الاكسترنال اوبليك اللي هي الموست سوبرفيشال تيجي تمشي كده سوبرفيشال للريكتس فيمورس وتعمل الجزء القداماني من الريكتس شيز. الانترنال اوبليك اللي هي او الترانسفيرس اوبدينس اللي هي الموست ديب التندون بتاعها هيبقى ماشي ديب ويعمل البوستيرو لير بتاع الريكتس فيمورس، يمشي ورا الريكتس فيمورس كلهم عشان يمسكوا في الايه؟ الخط اللي في النص اللي هو اسمه لينيا قلب. اما العضله اللي في النص دي اللي هي الانترنال اوبليك فالتندون بتاعها بيسبلت، جزء منه يعمل الانتيرو لير بتاع ريكتس شيز وجزء منه يعمل البوستيرو لير بتاع ريكتس شيز عشان الاثنين يشاركوا او عشان كلهم يعملوا فين او ينسرت فين في اللينيا قلب. وبالتالي الريكتس شيز ده معمول اللير القدامانيه معموله بالاكسترنال اوبليك وانتيرور سليب بتاعه الايه؟ انترنال اوبليك. اما بالنسبه للبوستيرور لير بتاعه الريكتس ابدومينس فمعمول بال ترانسفيرس ابدومينس والبوستيرور سليب بتاعه الايه؟ بتاعه الانترنال ايه؟ الانترنال اوبليك. خلاص الريكتس شيز ده اهميته ايه؟ ان هو مهم جدا لانه بيبقى ماشي فيه عضل في بلاد فيسز مهم اللي هو الابيجاستريك ارتريز سوبيريور انفيريور ابيجاستريك ارتريز. سوبيريور انفيريور ابيجاستريك ارتريز دي علامات مهمه جدا لينا في حاجات كتيره. ازاي اقدر اعرف الانجوينال هيرنيا هل هي دايركت ولا اندايركت؟ انك تاسس الانفيريور ابيجاستريك ارتري. الانفيريور ابيجاستريك ارتري بساعات كتيره جدا بياخدوه عشان يعملوا بيه ماسل سلاب ريكونستراكشن للناس اللي بيبقى عندهم اللي بيعملوا ماستكتومي ويبقوا عايزين يدوروا او يعملوا ماسل سلاب يقدروا ياخدوا الريكتس ماسل بالايه؟ الحته بتاعت الجلد اللي سبلاي باي انفيريور بيجاستريك ايه؟ الانفيريور بيجاستريك ايه؟ الانفيريور بيجاستريك ارتري. طيب اما الماسلز بتاعت البوستيريور ابدومينال وول فانا عندي اثنين مهمين، واحده بتبقى مباشره جنب الفيرتيبرال كولن بيسموها عضله كبيره جدا يسموها اليوسواس ماسل، ادي دي خلاص اليوسواس ماسل خلاص، وجزء واحده بتبقى لاترال شويه بيسموها الايه؟ كوادريتس لامبور. الاليوسواس بتبقى مباشره جزء جنب الايه؟ جنب الفيرتيبرال كول، وتبقى مكونه من جزئين، جزء اسمها سواس ماسل وجزء بيبقى مكمل من تحت بيسموها عضله اسمها الياكس، الاثنين مع بعض يعملوا الاليوسواس ماسل. الاثنين دول بيكون سيرتد مع بعض في الانسرشن بيبقى موجود في تيم اللي هو عباره عن الليسر تيوبروستي او لوسر تروكانتر، بيبقوا بيتندون كبير جدا هنا ماشي هنا يمسك في الليسر ايه؟ الليسر تروكانتر اللي موجود هنا والليسر تروكانتر اللي موجود هنا. الاورجن بتاع الياكس ماسل من جوه الالياك كريست او الالياك فصه، من الالياك فصه والالياك فصه. اما الاورجن بتاع السواس ماسل بيبقى ماشي جاي من الايه؟ من جنب الفرتبرال كولم، ياخد من الفرتبرال بادي والترانسفيرس بروسيس من تي 12 ل ال ايه؟ ل ال 5. اما العضله اللي بتبقى الثانيه عضله اللي بتبقى مكونه بوستيريور ابدومينال وول اللي هي عباره عن كوادريتس ايه؟ كوادريتس لامبور. كوادريتس لامبور بتبقى جنب الاليوسوس، بتبقى لاترال الاليوسوس، وبرده الاورجن بتاعها بيبقى شبه بتاع ريكتس ابدومينس اللي هو ايه؟ من تحت لفوق، بيبقى ماسك من الاليا كريست ويطلع لفوق لغايه لما يمسك فين؟ في الريب الايه؟ ال 12 12 ايه؟ ريب من تحت. دي اسمها كوادريتس لامبور، ودي اسمها كوادريتس ايه؟ كوادريتس لامبور. طيب عشان اقدر اشوف الماسلز بتاعت الانتيرو ابدومينال وول، عشان اقدر اشوفهم الانتيرو والبوستيرو ابدومينال وول الحقيقه بقدر اشوفهم كويس، بس بيبقوا العين لو هو كل مكان العين ماسك كل ما الماسل دي تقدر تشوفها كويس. زي ما احنا شايفين ده سي تي وده ام ار اي.
اقدر اشوف المسلز الموجوده في الانتر لاترال اسبكت اللي هم الثلاثه اللي بيجوا فوق بعض، الموست سوبرفيشال اللي هي عضله اللي هي بيسموها اكسترنال اوبليك، واللي بعد كده اللي هي عباره عن انترنال اوبليك، وبعد كده الموست ديب هي عباره عن الايه الترانسفيرسس ابدومينس. الثلاثه دولت اهم اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانسفيرسس ايه ابدومينس، واللي في النص دولت اللي هم عباره عن الريكتس ايه الريكتس ابدومينس، واللي في الخط اللي في النص اللي هو ما بينهم ده اللي هو عباره عن الايه اللينيا ايه اللينيا البا. خلاص. اما العضلات بتاعه البوستيريو ابدومينال وول، فانا عندي عضلتين اللي هم بيبقوا مباشره جنب الفيرتيبرال كولم دولت، ادي الفيرتيبرال كولم جنب هنا وجنب هنا في الابدومين، دي اللي عباره عن الايه الصوص، وبعد كده العضله اللي بتبقى لاترال ليها والعضله بتبقى لاترال ليها، العضله بتبقى لاترال ليها والعضله بتبقى لاترال ليها كوادريتاس ايه كوادريتاس لامبور، فدي الصوص ودي الكوادريتاس لامبور، دي الصوص ودي الكوادريتاس ايه كوادريتاس لامبور. طيب الياكس اقدر اشوفهم لما انزل شويه لتحت، الاقي اللي هو جاي من بطن الالياك فوسه هنا واللي جاي من بطن فوق الالياك فوسه دي هي الياكس، والعضله دي اللي هي الايه الصوص مص، الاثنين يتحدوا مع بعض عشان يعملوا مع بعض الايه صوص مص. الانسرشن بتاعهم بيبقوا فين؟ بيبقى موجود في لو انا بصيت على ده الليسر تروكانت درس تروكانت، الاقي في عضله هنا ماسكه في اللي هو عباره عن الانسرشن بتاعنا اللي هو عباره عن الانسرشن بتاع الاليوسوس مص، تنزل تمسك فين؟ في بدايه الايه في بدايه الايه الفيمر او في الابر اسفك بتاع الثاي، الاقيه ماشي هنا ماسك في الليسر تروكانت. لو طلعنا زي ما احنا عارفين الاليوسوس في المقطع اللي هو مشهور جدا عند الفيمورال هيد، ان العضله ماشيه مباشره قدام الفيمورال هيد، دي هي دي الاليوسوس شايفها في المقطع اللي فوقيه، العضله اللي لو بصيت على الفيمورال هيد، الفيمورال هيد ابص الاقي العضله اللي مباشره ماشيه قدام الفيمورال هيد والماشيه قدام الفيمورال هيد هي دي الايه الاليوسوس. لما ننزل لتحت الاقيها ماسكه فين؟ ماسكه في الليسر تروكانتر هنا والليسر تروكانتر هنا. دولت كانوا عضلات الانتيريو ابدومينال رول وعضلات البوستيريو ابدومينال رول واهميه الاثنين، وكده اتكلمنا عن الدايفرام والايه الابدومينال رول. كده انا خلصت خلاص بتاع الابدومينال رول، كده خلصنا الايه الجاي خلاص. المرة الجاية هتبقى مراجعة ماشي، وبعد كده امتحان ماشي ان شاء الله.